الموهوب الأستاذ بليغ حمدي. الأستاذ بليغ حمدي ارتبطنا بيه وارتبط بينا كشعب الحقيقة في أغانيه، في كل أغانيه. إنما الحقيقة لما بنتكلم على أكتوبر الاسم على طول وذهننا كله بيروح على بليغ حمدي، لأنه راح قعد في الإذاعة عشان يلحن هناك، وأعتقد أن مجموعة أغاني أكتوبر كان له النصيب الأكبر فيها الأستاذ بليغ حمدي. النهاردة احنا هنحتفل بذكرى الأستاذ بليغ حمدي اللي هو مولود 7 أكتوبر، وكأنه يعني القدر ان هو كان انه بتولد في هذا اليوم 7 أكتوبر اللي هو تاني أيام معركة أكتوبر المجيدة، والحقيقة ساهم فيها الأستاذ بليغ مساهمة. يا حبيبي يلا نعيش، يا عيوني يلا نعيش، يا عيوني ليه مش قادر يا عيني مش قادر مش دي ليلة حب حلوة بس ليلة وليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة هو الحب فعلا من سمات الفنان، واللي ما فيش جواه حب ما اعتقدش ان بيبقى فيه جواه فن. جيت للدنيا عشان الحن، عشان في رساله اديها، قدرت اديها الله اعلم ولا ما قدرتش، انما اقدم اصوات. يا حبيبي يلا نعيش، يا عيوني يلا نعيش، يا عيوني بليغ عبد الحميد حمدي مرسي، مواليد حي شبرا 7 اكتوبر 31. الوالد أستاذ فيزياء في جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي، أتقن العزف على العود وهو بالتسعة من عمره حاول يخش المعهد الموسيقى الملكي، كان ساعتها قالوا له العب بعيد أنت لسه صغير، إنما هو موهوب في الموسيقى من صغره. دخل في شبرا الثانوية ودخل ودرس وعمل ودرس مزيكا ودخل كلية الحقوق وظهرت عبقريته الفذة. فدخل بقى كان سنه كبر، مش كبر ايه، لان البليغ كان بيلحن وهو شاب زنطوط خالص. انا مش هتكلم عليه وما ينفعش، يعني زي ما بقولوا اذا حضر الماء بطل التيمم. انا موجود معايا هيثم حسام حمدي. ساخير يا ساخير استاذ هيثم، ازي حضرتك؟ والاستاذ تامر برضو حسام حمدي. عمكم بليغ؟ عمنا. يا سلام لما بحد بليغ عمه بليغ. والله يا بختنا، راجل رائع الله يرحمه حقيقي والله. لا على المستوى الشخصي يعني يمكن الناس تعرفه كفنان ويعني رائد من رواد الموسيقى، انما كشخص شيء رائع 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 يعني. طيب احنا لما يعني انا عايزين بس الاول نبتدي كده، لان انا اما بتيجي لاكتوبر انا على طول في ذاكرتي على طول بليغ حمدي، لما على حاجه ملهاش علاقه هو عمل اغاني عاطفيه قد ايه وحاجه كده ده على دماغي من فوق، انما بتيجي لاكتوبر يبقى في بليغ حمدي. دي حقيقة. بليغ كان من الناس اللي ما بيستناش حد يكلفه بحاجة ليها علاقة بمصر، ان هو كان معتبر ان مصر دي قضيته قبل ما هي قضية حد تاني. وكان ليه قصة شهيرة جدا يوم 6 اكتوبر، انه راح بالليل يوم 6 اكتوبر خد عبد الرحيم منصور ووردة وراح التلفزيون
البلد في حاله حرب والناس قاعده مرعوبه وسمعوا البيان الصبح الظهر بتاع العبور ده ومحدش فاهم في ايه. بليغ ما يعرفش يقعد في البيت، راح ركب عربيته وخد ورده وعبد الرحيم منصور راح التلفزيون بيخبط عايز اخش. قالوا لا ده في موضوع دلوقتي مش سهل تخش، تخش ايه ده احنا بنحارب وبتاع. قال لهم انا اخش هروح اعمل لكم محضر. فكان بابا شهر وقتها مدير الاذاعه محمد محمود شعبان، اه بالظبط. فقال لي ما يصحش بليغ وبتاع هيقعد يعمل لنا دوشه، خليه نطلعه نشربه كوبايه شاي ونهديه بكلمتين ويروح. طلع بليغ قال له عايز ايه يا بليغ جاي ليه احنا انت عارف البلد يعني. قال له انا جاي ليه؟ انا جاي اغني لبلدي. قال له تغني لبلدك؟ احنا ما عندناش تكليف. قال له يعني ايه تكليف؟ وانا محتاج حد يقول لي بلدك بتحارب غني لها انا دلوقتي. قال له يا بليغ احنا مش عارفين الدنيا هترسي على ايه. قال له مش هترسي على حاجه، احنا عبرنا وده في نظر انتصار. الناس دي قالت انتوا عمركم ما تعبروا، احنا عبرنا، انا هاجي اغني لبلدي وانا مش عايز منكم حاجه. فقال له يا بليغ ما عندناش فلوس، ما عندناش ميزانيه. قال له انا معايا فلوس، هدفع ثمن الاستوديو وهدفع ثمن الكورال وهدفع ثمن العازفين، انا مش عايز حاجه، دي هديه مني لبلدي. ترسي الحرب زي ما ترسي، بكره الصبح لازم الناس اللي بتحارب دي تحس ان كل مصر وراها. وكانت على الربابة بغني وبسم الله الله اكبر بدون تكليف، لم يطلب منه احد. انت فاهم الجمال يا استاذ ابراهيم؟ راح من نفسه بلده بتحارب مش مستني حد يكلمه. وكانت الاغاني دي اصدق ما يمكن، واكبر مثال في اغنيه بسم الله الله اكبر، يعني جوه الاغنيه بيقول ونقول يا رب النصره تكمل، لان اتذاعت يوم 7 اكتوبر ما كانش حد عارف الموضوع هيخلص على ايه. يعني كان انفعال حقيقي. ان شاء الله يا رب تسمح لنا يا وليد كده نشوف ايه الحكايه ديت حتى ترسي على ايه. عندنا يا وليد ولا Let's go.